بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم. قوله تعالى إياك نعبد بعد ما علمنا تعالى كيف نحمده ونثني عليه ونمجده بقولنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، علمنا كيف نتملقه بقولنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي أننا لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين إلا بك يا معبودنا. الحق وقوله اهدنا الصراط المستقيم، إنه علمنا كيف نتوسل إليه بحمدنا له وثناءنا عليه وتمجيدنا له وتملقنا إياه، علمنا كيف ندعوه وبما ندعوه بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وذلك ليستجيب لنا فيما دعوناه فيه وهو الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام، بأن يديم هدايتنا ويحفظ سيرنا عليه لنكمل عليه ونسود في الدنيا والآخرة. فحقيقة العبادة هي طاعة الله تعالى مع غاية الحب والتعظيم والذل له سبحانه وتعالى، والعبادة إذا خالطها الشرك فسدت كالطهارة، إذا خالطها الحدث فسدت وتعين تجديدها، وأنه بقولنا إياك نعبد وإياك نستعين أعطينا عهدا لله تعالى بأن لا نعبد إلا إياه وأن لا نستعين بغيره في كل أمورنا. والاستعانة هي طلب العون على القيام بالعمل، ولا تطلب حقيقة إلا من الله تعالى، إذ هو وحده القادر على العون. فنقول اللهم أعنا على كذا وكذا، وفي الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا يجوز لأحد أن يقول يا رسول الله أعني، أو سيدي فلان الغائب أو الميت أعني، ولا بأس أن يتعاون المؤمنون، أي أن يعين بعضهم بعضا على القيام بفعل الخير والطاعات، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى.